تعالي دلالي ما تعالي تعالي عند اخوك قعدي قعدي ورا اخوك قعدي دلال وانا اخوك انت الحين في رقبتي يعني مسؤوله مني وانت مسؤوليه شايده الله يعيني عليها وانت بعد الحين مطلقه حكي ناس ما يخلص عشان كذي انا بيجي تسوي لي توكيل إيه توكيل علامة طالعين كذي تسوي لي توكيل عام فعلك حلالك من ورث أبوي تخلينا في البنك كذي منظر ما يصير هاتي سوي لي توكيل أشتغل فيه أدخلك يا بالأسهم بالسوق خلنا نستفيد منه طالعك من وراه بيستين باكر تستفيدين منهم يكونون بظهرك وسندك من بعد الله وبعدي أنا فعلك بس عشان كذي باكر الصبح نفزع نروح وتسوي لي التوكيل ما حد يكون له شيء عندك واللي بيتكلم أبل عن والده والدي ساعته أوش يبا إن شاء الله كفو خيتي اللي تشوفه أخوي إيه عادي كفو والله أخت منصور منصور ما غيره إيه منصور ودلال يصيرون حق المرة هي بس اللي أنا خابرة إن أخت منصور متزوجة خبرك عتيج المرة طلقت بعد 10 سنين لا ويقول ما تجيب عيال لا حول ولا قوة إلا بالله بس انت فاجأتني بالموضوع يا ابو محمد امهلني شوي خلنا افكر يبا لا تتردد انت عارف يا ابو محمد اخاف العيال اخاف اجيب لهم مرت ابو وتغرب لهم عيل انت ما عرف دلال للحين دلال اندشت بيتك راح تقول انا خذيت مره سنعه مره مصليه مسميه مثل هالدلال الله ما رزقها ظنه ودها تربي ظنى غيرها والله انت قاعد توصف لي بلاك مو مره